اهلا بحضراتكم من جديد. ما يشكو وما يعاني منه الناس الحقيقه في مصر اعتقد انه محتاج جهود كثيره جدا من اهل الخير والقائمين على تنظيم هذا الخير، لانه في ناس ممكن تكون بتعمل خير لكن ما بيتمش تنظيمه، ففي ناس تستحق تحرم منه، وده اللي يمكن بيقول انه دور الجمعيات مهم، ودور جمعيه زي جمعيه البر والتقوى الحقيقه مهم جدا، لانه بيظهر هنا في جمع يعني ما يجود به الناس وما يتبرعوا به الناس، ثم توجيهه الى مستحقين في اماكن احنا ممكن يعني ما نبقاش عارفين نوصل ليه. يعني انت بتدي الخير لاقرب حد ليك، لكن ممكن يكون حد في مكان بعيد يستحق اكتر او يعاني اكتر، فانت مفروض توصل. فده دور الحقيقة أنا يعني بتوقف عنده، عند بتقوم بيه جمعية البر والتقوى اللي طول الوقت بنتكلم معاها في مسار الخير. وخلونا نرحب بيه ضيفنا النهاردة دكتور مصطفى طحلة المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك وسهلا ومرحبا. الفكرة دي دقيقة، فكرة تنظيم الخير؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو كل الحقل عندنا او المتناول او الاسئله دايما المتكرره، ان انا ممكن اخد المبلغ اللي معايا او الصدقه وانزل عند اي حد قريب اديله كل حاجه. ولكن الفكره انا عايز اقولها وابسط الامر للناس اكتر، انت ممكن تدي لجارك، ممكن تدي للي تحت منك، ممكن تدي ناس قريبه ممكن يكون ليها مصادر كتير جدا جدا الخير بيوصل لها من خلاله. زي ما انت ليك جار فقير فممكن جارك التاني، ولكن انا عايز اوصل الى ابعد من هذا. احنا كنا بنتكلم على فكره انه تنظيم الخير. هرجع تاني واقول للاحباب والمنفقين اللي بيكون عندهم بعض الوجهات النظر، واحنا بنحاول نصحح ده. فالنوع الاول زي ما قلت لحضرتك اللي هو بينزل بيقول بنفسي وبلف وبروح وبودي للناس هنا علشان اخلص من دماغي الموضوع، وانا ببقى شايف الدنيا حوالي مني. انا بحاول افتح له الاول البصيرة اكثر، ان هناك قرى ونجوع واماكن احنا بنتعب جامد قوي قوي، بنسافر بالساعات علشان نوصل لها. بالنسبة لهم شربة المية حياة، بالنسبة لهم وجبة الطعام حياة، لكن في ناس حوالين مننا ممكن تبقى ميسر لهم الامر من كل اتجاه. النوع الثاني من الناس بيقول لنا يا جماعه البر والتقوى انا شايفكم بتروحوا اسماعيليه، بتروحوا السويس، بتروحوا الفيوم، بتروحوا بني سويف، بتروحوا المنيا، بتروحوا لغايه الاقصر واسوان، بس احنا مش شايفينكم الناحيه الثانيه، انتوا ليه دايما قاصرين عند الموقف ده؟ والرد على دوت عايز اقول لحضرتك ان احنا من فضل ربنا سبحانه وتعالى نطوف الشرق والغرب، الشمال والجنوب. احنا رحنا حلايب وشلاتين وابو رماد، ورحنا الوادي الجديد، والنهارده الناس كلها وهي قاعده معانا زي ما رحنا الشرق، احنا رحنا الغرب، وهنتكلم عن قافله. عايز سادة المشاهدين يتفرجوا على القافله دي. لا قافلة. قبل ما يتفرجوا عليها، أيوه. عايز اسالك على اثر القوافل دي على الناس. نعم. يعني استقبال الناس ليها. نعم. في مثل هذه الاماكن استقبال الناس كاستقبال اهل المدينه المنوره في اوقات قل فيها الطعام والشراب. تخيل حضرتك. ومن الذي كان يعطي؟ ومن العطاء؟ سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. فمن كان معه مال ووضعه في هذه القافله لتكون طعاما او شرابا أو أي سبل من سبل الحياة، فعايز أقول لحضرتك كل منفق في هذا الموقف يحشر يوم القيامة مع سيدنا عثمان، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا حزن على عثمان بعد اليوم. طيب خلينا نشوف القافلة، قافلة البر والتقوى لسيدي بران. نعم يا فندم. ونرجع نعلق عليه. بسم الله. في الخير متجمعين من رفح لغاية سيدي براني، من أقصى الشرق لأقصى الغرب، ومنذ فترة كنا في أقصى الجنوب في حلايب وشلاتين، مرورا بكل محافظات مصر،
وزي ما وعدناكم جمعية البر والتقوى بتقول لكم من خير لخير ومن بر لبر ومن تقوى لتقوى. أهل الخير اللي وثقوا فينا وتحركوا معانا وبيحركونا دايما عشان نسعد أسيادنا الفقراء في كل مكان في مصر، دي رسالتنا، رسالة خير. النهاردة احنا في سيدي براني جايين لأسيادنا الفقراء في سيدي براني بالتنسيق مع القوات المسلحة، الصرح العملاق اللي بيخدم بجد واللي بيحمي البلد بجد واللي بيعمل تنمية بجد، اللي فتحوا لنا ايديهم عشان نساعد بجد. مع صندوق تحيا مصر جينا هنا عشان نقدم فرصة جميلة ونستطلع الوضع على الطبيعة ونشوف احتياجات أسيادنا الفقراء هنا حددناها، محتاجين مية، محتاجين أبار، محتاجين محطة تحلية مية أو محطات تحلية مية. النهاردة احنا جايين بألفين كرتونة غذائية مقدمة من شركاء صندوق تحيا مصر وعلى رأسهم جمعية البر والتقوى المصرية. النهاردة احنا جايين بأربعة آلاف كيلو لحمة، جايين بأربعة آلاف علبة جبنة زنت العلبة الواحدة نصف كيلو. النهاردة احنا جايين بألفين شكارة بطاطس، كل شكارة فيها عشرة كيلو بطاطس، ولسه الخير هيدوم وهيكمل. وكل شوية هتلاقونا في مكان مش هنقف، مش هنكل، مش هنمل، لأن الخير ملوش حدود وملوش مقتبس من حد ولا هو واقف على حد. سارع معانا عشان نكمل مسيرتنا ونعمل تنمية مستدامة بجد نقابل بها ربنا يوم القيامة، نفرح كلنا ونفرح كتير قوي ان بلدنا مصر رفع راسها ومفيش فقير فيها ذليل او محتاج، بالعكس كلنا بنحط ايدنا في ايد بعض عشان نفرح بعض ونسعد بعض مع جمعية البر والتقوى المصرية، من خير لخير ومن بر لبر ومن تقوى لتقوى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني هي قافلة كمان مميزة مختلفة شوية. نعم. مش كده؟ نعم. أنا عايز أقول لحضرتك إن من فضل ربنا سبحانه وتعالى إحنا من شهر وشوية كنا شهر رمضان. والناس بعد رمضان بيقول نريح شوية شهر ونص علشان نبدأ بعد كده نبدأ في الأضاحي وكذا وكذا وكذا. ولكن أنا عايز أقول أن هناك سباق. وسباق لناس إحنا في الظاهر وفي سباق تاني شكله غير عادي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في واحد مريح شوية مستني علشان يدي، خدت بالك؟ فيفاجأ ان في حد سبقه بخطوة. سيدنا عمر بن الخطاب حينما ذهب الى النبي ذهب بنصف ماله وهو سعيد وفرحان انه هو اعطى كل شيء، ولكنه وجد وفوجئ ان سيدنا ابو بكر الصديق قد اعطى كل ماله. فالناس اللي هي شوية مريحة، لا ده في ناس يا جماعة فاجئونا ان احنا بقالنا شهر ونص عاملين اربع قوافل، ان كانت في الفيوم، ان كانت في كذا وكذا وكذا، بناء بيوت، امان ودفع، اسقف، محطات تحلية، طعام، شراب، واخر حاجة عندنا هو سيدي براني. واللي احنا بنتكلم هنا على تعاون مع صندوق تحيا مصر. نعم. وقافلة اهالينا المرة دي. فعايز اقول لحضرتك اربعة طن لحمة والعيد لسه ما جاش. خدت بال حضرتك؟ أربعة طن بطاطس طعام ولسه برضو عايز أقول لحضرتك كل الأكل والشرب واللي راح دوت الناس فعلا محتاجة، محتاجة الأكل والشرب، محتاجة الدفى. الدفى هنا مش دفى بس عشان الجو صعب يعني، لا يعني ممكن يقول لك دفى إيه دكتور في الحر ده؟ أيوه عايزين يدفوا بطنهم، عايزين تكييف يدفوا بطنهم يعني بالشبع. يدفوا بطنهم بالشبع. الناس كتير طبعا يعني، صندوق تحيا مصر وسيادة الرئيس ودعمه لهذا الأمر ده شيء عظيم جدا جدا. واسال الله سبحانه وتعالى ان يعني انا برضو بأعيد وارد على الناس اللي بتقول لا احنا بنفرق تحت البيت او جنب البيت او الناس اللي حواليه. عايز اقول لحضرتك احنا سيدي براني دي حضرتك ممكن تقول لنا كام كيلو؟ حلايب وشلاتين دي كام كيلو؟ احنا رايحين لغايه حدود ليبيا علشان ندي للناس هناك، عايز علشان نقول ان البر والتقوى لا يعني ايه لا تكف ولا تهدأ طوال العام من فضل ربنا سبحانه وتعالى. احنا فاتحين 24 ساعه ولا نغلق الابواب ابدا
أمام أي حد عايز يقدم ولو جنيه لله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه يضعه في يد الله قبل أن يوضع في يد العباد، ويصل إلى فم الفقير وفم المحتاج من فضل ربنا سبحانه وتعالى طعام وشراب وكساء وأمان ودفى، حياة كريمة من فضل ربنا سبحانه وتعالى، كدعوة الدكتور عماد ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. يا رب. ان هو من عليه كويس هو. الحمد لله. فضل من الله ونعمة. دعوات السادة المشاهدين والمتصدقين اكيد بتوصل له، وان شاء الله رب العالمين يقوم لنا بألف سلامة. عايز اقول لحضرتك ان كل هذه الامور من فضل ربنا سبحانه وتعالى تصل إلينا أمام الله يوم القيامة هدايا، زي ما احنا بندي هدايا لهؤلاء. فبتأخذ الثواب من لازم من الله. لازم هم كل سلف ودين زي ما بيقول. طب في جزء مهم جدا برضو، مسألة المحطات التحلية. نعم. والجمعية بالقوافل وبتعمل المحطات التحلية. نعم. وفي ناس كتيرة ممكن تستهين أحيانا بفكرة انه محطة تحلية المياه دي او الأبار وبعدين محطة تحلية المياه، انك بتوفر ماء الشرب للناس. يستهين بحجم الخير ده. نعم. او بعائد هذا العمل يعني. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، كل مستهين بهذا الامر الاسبوع اللي فات ده ذهبت عنه هذه الاستهانه بالامر. يعني الاسبوع اللي فات كان في ايام 3-4 ايام وصلت فيهم درجه الحراره 50 و 53 يعني، وكنا بنصور ساعتها في الفيوم. يمكن قلت لحضرتك شده الحراره خلتنا احنا اللي اغمى عليه لان ما فيش نفس والكاميرات تعطلت، فاحنا بنروح لاشد الاماكن احتياج من فضل ربنا سبحانه وتعالى. عايز اقول لحضرتك ان الامر متغطي من فضل ربنا سبحانه وتعالى، انتوا بس ادونا الخير واحنا نروح لاخر الدنيا. باذن الله تبارك وتعالى. لان احنا ما نحن الا واسطه بين القادر المقتدر اللي معاه اللي بيتصدق، وليعلم تماما ان كل قرش بيدفعه بيروح لهؤلاء المحتاجين المستحقين ليه. وقدامنا هو احنا بنروح بنصور ونروح، واللي عايز يتقصى ويروح سيدي براني ويسال عن حلايب وشلاتين، يسال ابو رماد، يسال في الاقصر واسوان. ومحطات التحليه عايز اجعلها تاني واقول لحضرتك شربت ماء تشفي، شربت ماء تحيي، شربت ماء تشفع يوم القيامه عند رب العالمين. المحطات التحليه مكلفه دكتور مش كده؟ طبعا طبعا. لذلك احنا في محطات تحليه صغرى وفي كبرى. الصغرى ممكن يبقى في عدد فيها مثلا 10 يشتركوا فيها، الكبرى ممكن 15 لغايه 20. وممكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى الجروبات، يمكن انا بعيد تاني المبادره اللي انا اتكلمت فيها، الجروبات بتاعت الفيسبوك والواتساب والحاجات دي كلها. عايز اقول يا جماعه ما تيجي نقف كده ونسمي الجروب او نسمي الفيسبوك اللي هي الواتساب المجموعه دي مجموعه مثلا هيا بنا الى الله مثلا. يعني نقف بها امام الله تبارك وتعالى. كل يوم 250 واحد بيصبحوا على بعض ببوستات مختلفه. طب لو كل يوم يتصدق كل واحد ب 10 جنيه في نهايه الشهر، هيبقى القافله دي او القبيله دي او الناس دول اللي موجودين او المجموعه دي يقفوا يوم القيامه ال 250 واحد دول أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولوا نحن جروب الحب يا رسول الله، نحن جروب المحبة، فعلنا ذلك يا رسول الله كرامة لك. لذلك أنا عايز أقول لحضرتك الجروبات دي لو تم تنشيطها أكتر بعد الكلمة الطيبة اللي أنت بتقولها، يلا يا جماعة نحفر بير، يلا يا جماعة نستر بيت، يلا يا جماعة نجوز يتيمة، يلا نقف مع، شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل لا يفتر، أو الصائم بالنهار لا يفطر. تخيل حضرتك هذه المرأة التي سوف تأتي يوم القيامة وتضع يدها في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحرك حلاق الجنة عشان يدخل الجنة. هذه المرأة أنت اللي سترتها في الدنيا، وأنت اللي أطعمتها في الدنيا، وأنت اللي أكلتها في الدنيا، وأنت اللي ربت لها يلا في الدنيا. والله 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 هي التي سوف تأتي أمام المصطفى وتقول حينما يقول لها ادخلي الجنة يا أمة الله، تقول لا يا رسول الله لن أدخل إلا مع السيدة التي أطعمتني والسيدة التي سترتني والأخ الذي أكرمني وأكرم أبنائي في الدنيا. ينادي عليهم رسول الله هلموا، تأتي الملائكة فتأخذنا حيث هذه المرأة لندخل بها الجنة. طب أنا عايز رسالتين من حضرتك.
رسالة إلى المترددين وإلى المبادرين. يعني في ناس من خلال المبادرات اللي حضراتكم بتعملوها بيبقوا هم أيضا مبادرين للخير، يمكن بأكثر من توقعاتكم. نعم أكيد. وفي مترددين. نعم. يعني نقول إيه نبدأ بالمبادرين ولا المترددين؟ أنا عايز أقول للمتردد أي المترددين أيها المتردد كن مبادرا، وإذا جيت يوم القيامة وأنت عندك حق فلن تخسر شيء. لكنك أيها المتردد إذا جيت يوم القيامة ولقيت إن اللي أعطى بكل ما عنده وصل إلى أعلى عليين هتندم ندم شديد. ليه؟ لأن المتردد إذا مات، ربنا قالها في القرآن، هذا المتردد يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا في ترك فيما تركت. والعمل الصالح هي الصدقات والستر، العمل الخير، لأنه وصل إلى 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 مقام خلاص بقى تحت التراب. أين الذي مات منذ عام؟ وأين الذي مات منذ ألف عام؟ كلهم تساوت بهم. يعني المتردد في لحظة بيقول أرجع تاني، يعني ممكن أعمل حاجة. يلا بسرعة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم. قال عنها هذه الآية سيدنا أبو بكر الصديق: قرأت القرآن كله فما وجدت آية أرجأ من هذه الآية. الله يفتح يديه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح يديه لعباده. ماذا يفعل الله بنا إذا عذبنا في نار جهنم؟ ماذا يفعل؟ ولكن يحبنا ونحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن نرتقي ونكون خلف رسول الله تحت لواء المصطفى، فيأخذنا رب العالمين لنكون تحت ظل عرشه يوم القيامة. طب دول المترددين المبادرين بقى اللي هم المبادرين معاكوا على الخط طول الوقت. المبادرين موجودين عندنا في صورة الواقعة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. خدت بال حضرتك؟ أنا عايز أقول أنا مش عايز نكون من أصحاب اليمين، يعني ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لا، أنا عايز نكون من المسرعين السباقين في الخيرات. تمام. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الباب مفتوح. المال مال الله وأنت مستأمن عليه. تصدق، قل النهاردة أنا هأطعم مساكين. ألو 19038 بر والتقوى، إحنا عايزين نطعم مساكين. هلموا، عايزين نروح نشوف البيت اللي احنا عملنا السقف بتاعه. هلمه. احنا جبنا جهاز نحطه في مستشفى البر والتقوى، عايزين نشوف اهلا وسهلا تفضلوا. كل شيء موجود وكل حاجة موجودة. احنا عايزين الدعم اللي انت بتدهولنا، مش لينا احنا كجمعية البر والتقوى او لجمعية البر والتقوى نفسها، جمعية ما شاء الله 17 سنة بتعمل عمل دؤوب من فضل الله. ولان العمل ما كان لله دام واتصل. صحيح. دي تحط تحتها 1000 خط. بقى 17 سنة في هذا المجال. ما كان لله دام واتصل. وما في خلال ال 17 سنة دول بتبقى في فترات زي الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي دي فيها أزمة وفيها فممكن الأزمة تخلي حد مثلا يقول ما هو أنا أولى، أو يعني أنا مش عارف بكرة في إيه، وانا لو اديت النهارده ممكن انا احتاج بكره. ربنا رد عليه في الرساله الثالثه بقى لدول. الرساله الثالثه هذه في آية من آيات الحق تبارك وتعالى. الله يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم من الدنس. أي صدقات تطهر الجسد من الدنس، وتزكيهم بها، أن يأتوا يوم القيامة يا محمد وهم كالأنوار في أرض المحشر. من هؤلاء؟ إنهم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السابقون في الخيرات، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لذلك احنا بنقول أيها المتسابقون تسابقوا في الخير وسوف تجدوا. اتقوا الله ما استطعتم، ادي القدر اللي انت تقدر تعمل بيه، وسيب ربنا سبحانه وتعالى يديك، وسيب ربنا يديك من عطائه، لأن انت عطائك مهما كان قليل لأنك تتعامل مع من الغني الحميد سبحانه. صحيح. وما كان لله ده ما اتصل. نعم. صحيح. وما كان لغير الله انفصل. ده خلينا في ما كان لله، يعني خلينا في ما كان لله ده ما اتصل. نعم. اشكرك جدا دكتور مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى، ودائما في لقاءاتنا في مسارات الخير ان شاء الله. يا رب. اشكرك وبشكر حضراتكم.